الجمهور ما احترموش لاعب الهداف التاريخي تاع المنتخب الوطني في خنشله. الجمهور تاع خنشله ما احترمش سليماني. لا هي شوف في حاله الحمايه ولي بريفيلاج تو دوك اون كونفور نو هي اون ديفيرونس دو تريتمون بين اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين. هذه شوف قناعه راسخه اليوم الدين في راسي. كاين دو بوا دو ميزور وما نعاملوش بنفس الطريقه وما نحميوش بنفس الطريقه وعندنا هاد العفسه تبقى في راسنا الى ابد الابدين. نحن لا نحترم الناس بنفس المرتبه. دونك كي تشوف ماجر صفر عليه تقول لي صفر على ماجر المدرب. عدمنا تصرف الجمهور في تلك الفتره حتى ولو صفروا على ماجر المدرب فان الحق ليس معهم ميدو. لا يمكن ان تصفر على اسطوره مثل ماجر. ايه دونك حنايا كاين لاعبين في المنتخب الوطني محترفين بين قوسين يلعبون في دوريات عادية جدا. غادي نعطيو لهم الفرص 10 15 25 45 200 فرصة. لاعب محلي 20 مينوت يقدروا يجيو يصفروا عليك دعاء كيما ديك تاع ما كان والو هكذا. حنا نخمو وحنا نقعدوا نخمو هكذا أبد الأبدين لأنه اللاعب المحلي توجور سوزيستيمي. ميم يخرج يلعب في الأوروب ويدير عفايس ملاح لا لا في الاستدعاءات. في وقت من الأوقات كان يستدعى مدافع واسمه حسني عنده مستوى نادي جزائري يلعب على السقوط في البطولة الوطنية بشكل عادي جدا وكان بريفيري هادي ديفونسور يلعبوا في الشامبيون اللي عندهم نيفو خير منه. حبيب بالعيد لعب كاس العالم مع الجزائر ما عندوش مستوى المنتخب الوطني والدليل انه جا لعب في مولوديه وما قدرش. صح ولا ماشي صح؟ ولا دقيقه في كاس العالم مونديالست استوديا لكاس العالم ما كان لاعبين رغم انه ما داروش تصفيات وما داروش تصفيات. وندمنا بالحجره التي تعرض لها الزاوي ورحوا في تلك الفتره. عندنا ان كومبلكس دانفيريوريتي انفار تو سكي فيان ديغيار لا ماب كاع لي دومان وراح تقعد هكذا ليوم الدين. هذه هي العقليه. نحبوا ولا نكرهوا حنا اوني انسي او قال لك جبد لك على اسلام ان جامي تي بروتيجي دو لا ميم مانيير بوتيت لي بروتيجي بها محرز. تشوف بلايلي يهضروا عليه واحد الهضر واحد الامورات خارج كره القدم. انا كيجي انا دوك انا كمتفرج يهمني زعما باريكزوم بلايلي يجي للستاج يدير لي كرو ماتش يماركي دو بوت يمد باس دي ابخي. انا علاش نروح نحوس؟ مي حنا عندنا هذه حنا في الجزائر دوك انا لاعب كيلعب يقدم اداء واش دخلني انا ابخي في لافي بريفي ديالو؟ محسوب هادو ما لام يهضروا على لافي بريفي دي جوال. هادو ما مرسلين ما عندهمش اخطاء وما عندهمش حياه شخصيه وما عندهمش نو. مي حنا نحبوا حنا مي نهار نقدروا نحيوا هاد العقليات كاع نوليو نشوفوا منظور واحد انه اللاعب اللي تكون هنا عنده انا ليا شخصيا انا ليا اللاعب اللي يخرج من البطوله الوطنيه ويروح يلعب في اوروبا ويلحق يلعب اساسي في المنتخب الوطني انا جو لوي تير شابو لانه تعب ثلاث مرات اكثر من لاعب المكون في اوروبا لانه نعم. باش تقدر تخرج من محيط بطوله كيما هذه ومن محيط فاسد لكره قدم جزائر كره قدم محليه كيما هذا وتبارسي وتروح تلعب في اوروبا وتلحق تلعب في المنتخب الوطني وتلعب كاساسي ما كان لاعبين مكونين في اوروبا يجب ان ترفع نعم. لك القبعه. مش حنا نو نعم. حنا بريفيرون جوار يلعب في تروازيام ديفيزيون في لوتريش على لاعب يلعب في البطوله الوطنيه. كيف تتوقعون أن يكون تصرف بيتكوفيتش مع محرز في المواجهة القادمة؟ يدخله أساسيا أم يجلسه احتياطيا؟ إجابة واحدة قسال. لا ما يدخلش أساسيا. احتياطي. أمين. احتياطي. احتياطي. ميدو. أساسي. والله أساسي. صراحة. علاش قلت أساسي؟ أساسي لأنه هل المدرب يملك ما نقدرش نقولك شجاعة، مي هل يملك اتفاق مسبق مع اللاعب باش يحطو في كرسي الاحتياط؟ باسكو تو فرونو دي جوار ملاكا نتاع محرز يفو لي ريسبكتي، مد ما مدش يبقى يحترم. كنت حكيم قبل على الاحترام قطعت لي الكلمة، مام كي يحبس كرة القدم يبقى يحترم. لأنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية. تحترمو تحترمو، مام كي يحبس فوتبول لا تحترمو. لذلك اليوم راهو في المنتخب يجب ان يكال له الاحترام. واعتقد بانك تقول المدرب قلت لكم قبل على لي بريفيلاج سني با لي ميم بريفيلاج بوتيتر مع بيتكوفيتش ما نروحوش 24 قبل 48 قبل كوب دافريك في المغرب لانه اللاعب مرتبط بحفل زفافه. صراحه صح ولا ماشي صح؟ بيتكوفيتش بوتيتر ما يديرش لي 6 مع محرز في باري. هاد الامورات اثرت. هادو سي دي بريفيلاج بور ان جوار. تقول لي ستار مونديال وي اوكي، بصح كاين واحد لا ليميت اللي لازم تكون بين المدرب واللاعب. مهما كانت العلاقه بين المدرب واللاعب كاين اون باريير. ديك لا الباريير هذيك طومب خلاص ومن بعد تولي في الصحبه، ولا دخلت في الصحبه تدخل فيها العاطفه تدخل فيها امورات اخرى. نعم. امين في حصص سابقه قلت بان بيتكوفيتش سيمنح اخر فرصه لمحرز في هذا التربص وهاتين المباراتين.
ماذا ترى بيتكوفيتش فاعلا بعد هاتين المباراتين؟ ماذا أرى محرز فاعلا بعد هاتين المباراتين؟ شوف الأداء تاع رياض محرز، إذا زاد قدم أداء هكذا في المباراة المقبلة تمسوانتو تقول احترام وهذا لازم نحترمه، احنا احترموا الجميع. احنا مام قلت لك باللومي وما جارو ومخلوفي ونحترموا الجميع من 62 وروح لنا. أي لاعب لعب في المنتخب الوطني الجزائري له منا كل احترام، بصح الأمور لا تسير بهذه الطريقة. ماشي الاحترام اللي راح يسجل لي الأهداف، كي نحترمك راح تسجل لي أهداف. أنا نحضر على من جهة نقولوا باللي نحترموا اللاعبين، واحد لاعب كبير مال سليماني لازم نردوه محمد، نحترموه. ماشي هذه الطريقه اللي يخرج بها سليماني من المنتخب الوطني الجزائري. انا قلت بانه ليست طريقه ماشي هذه الطريقه وليست طريقه سليماني هدف للمنتخب الوطني الجزائري تخرجوا ايضا من الباب الضيق، على الاقل خروج يليق به. لازم نحترموا اسلام سليماني ايضا، نعاودوا نردوه للمنتخب الوطني الجزائري ونعطوا له الفرصه ثاني. اسلام سليماني تانا ويلعب، راه في بطوله بينها وبين السعوديه ما كاش زعما مراحل شاسعه كبيره بزاف. صح السعوديه جابوا نجوم بداو يطوروا الدوري تاعهم، بصح بالمستوى اللي راه يدور به رياض محرز محمد، اي لاعب جزائري هنا يقدر يروح يلعب بهذيك الطريقه في السعوديه. واللاعب اللي لعبوا البارح محرز في المباراه امام طوغو، اي لاعب منا جناح ايمن مليح شويه في الدوري الجزائري، كاين اجنحه يمنى تتبع ميدو، كاين اجنحه ملاح هنا في الجزائر والله غير يقدموا اداء خير منه. امين. صحيح جمهور نيلسون مانديلا لا يمثل كل الشعب الجزائري، وجمهور عنابه لا يمثل كل الشعب الجزائري، لكن السؤال المطروح الان، هل انت مع جمهور نيلسون مانديلا الذي صفر على اسطوره من اساطير الكره الجزائريه من رابح مثل رابح ماجر، او مع جمهور عنابه الذي صفق وشجع اسطوره من اساطير الكره الجزائريه رياض محرز، رغم ان الجميع يعلم بان مستواه انخفض، واول العالمين والعارفين بان مستوى اللاعب انخفض هو اللاعب نفسه. حتى لو تسال محرز الان، حتى لو تسال اقارب محرز، حتى لو تسال اشد المعجبين والمدافعين على رياض محرز، سيقولون لك بالفم المليان يا بن شبير بأنه مستواه انخفض. نحن الآن نتحدث عن التصرف. أي التصرفين أفضل يا أمين؟ هل تصرف جمهور نيلسون مانديلا أم تصرف جمهور عنابة؟ الأكيد هو أنه تصرف جمهور عنابة. خلاص انتهت القصة. ولكن المشكلة يا محمد انتهت القصة أمين، لم تنتهي بالنسبة لك انت. أنا بالنسبة لي معلش خليني كمل ابني، خليني أعطيك جملة واحدة وبعد نخلي لك الحرية. تفضل. إذا وصل محرز بهذا المستوى ووصل المدرب منحه الفرصة للتواجد مع المنتخب، نفس الجماهير ستهين محرز وستخرجه، هو دوام الحال وستخرجه من وستخرجه من الضيق والأيام بين. مدام أمين اعترفت الآن وقلت لي بأنه تصرف جماهير عنابة هو الأسوأ. نعم أمين، لأنه منطقي أنه تصرف جماهير عنابة هي الأصوب. نحن لا ندعو الجماهير إلى سب وشتم اللاعبين لمجرد انخفاض مستواهم والتأثير عليهم معنويا. إذا مدام وصلنا إلى هذه النتيجة، يجب أن نثمن تصرف جماهير عنابة ونثمن تصرف لاعبي المنتخب والطاقم الفني المنتخب مع رياض محرز. لكن ونضع الآن تحت ألف سطر تحت هذا الكلام الذي سأقوله أمين، لكن يا أمين محرز لن ينعم بهذه الامتيازات لفترة طويلة، لأنه الجماهير لن تصبر عليه، وقبل الجماهير المدرب لديه تشكيلة ولديه مباريات ولديه نقاط ولديه أهداف يريد أن يحققها لن يصبر عليه، وحتى زملائه لن يصبروا عليه. لذلك الصبر الآن مطلوب في هذه المرحلة. أنت بذاتك قلت في الحصة السابقة يجب أن نساند عطال رغم انخفاض مستواه لأنه مر بظروف عصيبة، وهذا رأي سديد أمين. تساند عطال من الناحية الرياضية وخارج الميدان. صح عطال كي راه يدخل لك محمد، يدخل لك 10 دقائق فقط يعطي لك نتيجة وتشوف بعينك. نعم. محمد ماشي أوكي. كيف وكذلك نساند محرز، وكذلك نساند سليماني، وكذلك نساند كل لاعبي المنتخب الوطني. ثم مع الوقت أمين إذا اتضح وبان بأن هذا اللاعب خلاص لا يستطيع تقديم الإضافة، فإني أعتقد بأنه ربما هو سينسحب، أو ربما الفاف ستبحث له عن مخرج كبير مشرف يليق بما قدمه للمنتخب الوطني. أريد الآن أن نعود قليلا إلى أجواء المباراة. أعطينا الأهداف وأعطينا صاحب السعادة سعيد بن رحمة الذي كان نجما من نجوم هذه المقابلة وسجل هدفين. الهدف الأول كان